بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يمكن يكون الحالة الديفولت للسلايدر إن هو يجي بالوضع الأفقي ده، لكن هو ممكن يتحط بوضع رأسي يا جماعة. كل اللي إحنا محتاجينه علشان نحول السلايدر بتاعنا من أفقي الرأسي إن إحنا نضيف الكيورد فيرتيكال عند الكلاس، تمام؟ يعني إحنا هنحاول نقول له إن إحنا عايزين الكلاس دلوقتي يكون إن السلايدر دلوقتي يكون فيرتيكال. الحاجة التانية محتاجين نضيف خاصية أو محتاجين ننشط الخاصية، الخاصية ديت يا جماعة اسمها داتا فيرتيكال. داتا فيرتيكال دي بنخليها ترو، الافتراضي فيها إنها تبقى فولس علشان هو بيبقى هوريزونتال مش فيرتيكال. علشان تخليه فيرتيكال محتاج تضيف الكيورد فيرتيكال في الكلاس نفسه، كما إن أنت محتاج تنشط الخاصية داتا فيرتيكال لترو. في الحاله دي يا جماعه بعد ما نوفي الشرطين دول بتلاقي السلايدر بتاعك اتحول للقيمه ترو، ممكن تعمل كنترول عليه زي ما انت عايز. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.